لجينا نتكلم دائما عن التمر في الحاسة، يحكون يقولون تمرة المطير فيه، دائما تمرة المطير فيه التمرة النخبوية شمال الحاسة، وهي التمرة ذات الجودة الكبيرة جدا، تمرة المطير فيه. اليوم احنا في واحد من اهم مزارعين مطير فيه والنخبوي صراحة في انتاج التمور ما شاء الله عليه، اللهم صل على محمد وآل محمد. أرض مباركة وأرض طيبة ما شاء الله. خلونا نشوف شو اللي عنده من تمور اليوم مع العم الغالي أبو علي. نعم، شلونك؟ والله بخير. شلون الصحة؟ شلون أبوك؟ بخير ونعمة. عادي شلونك؟ يوصله السلام. قلنا لا تطلع. ما يقدر لا يطلع، ما يقدر لا يطلع. الله يعطيك العافية وطولة العمر أبو علي. سام الله عدوك أبو علي. ليش تمرة المطير في يقولونها زينة؟ تمرة المطير من الطينة. ايه طيناتها غير. ايه. ومايها غير. ومايها غير. تسلم. المطير في بركة من الله بعد هذا بالعزيز الحكيم الله مبارك فيه. الحمد لله رب العالمين. وأهلها غير وطيبين. وأهلها وخاصة بعد عيال الحسن ما عندهم غش. الحمد لله رب العالمين. الله يبارك لك. معروفين ذلك. الله يبارك لك يا أبو علي. سنين من يومهم جهال صاروا عينهم وأهم الشياب والأب والولد. لا إله إلا الله. الله يعطيك العافية. أبوهم الولد وهم الشياب. الله يعطيك العافية وطالة العمر أبو علي. التربية لها مهل. الحمد لله رب العالمين. أبو علي تتعب في التمر. أتعب. وقرور الرسول صلى الله عليه وآله يقول من غشنا ليس مني. الحمد لله رب العالمين. شلون إنتاجك في التمر؟ إنتاجي طيب. تنزل السوق ولا بس زبون؟ ما عندنا سوق. كلش. أكثر تمر مطير في العادي اللي إحنا نأخذه اللي مو بعد نقول يجيبون لنا نقول ما نبي. بس. وعلى الله ونخيلنا وخير واجد في البيت بنخيلنا. الحمد لله رب العالمين. خير نخيل واجد كل هالوديان إن أنت. الله يعطيك العافية أبو علي. أبو علي تخاف العذوق ولا ما تخاف؟ لازم أخفها. لازم. لازم. والتمرة مع العمار. إيه. مع الماء ومع العمار. إيه. تهمل النخر مثل ما تهمل ولدك مشان تعطم لعوط ملعوط وتهمل اللي راح المدرسة ما ينجح. إيه عدل. إذا ما تحفظه وتقعد له وما قاعدة يمه وتحفظه وتقول هذا صح وهذا خطأ المدرسة يدرسوه لكن المدرسة البيت أكبر. إيه. يحفظه وينجح. صحيح. ياخذ الاوائل. عدل. ايه. فانت مهتم فيها عمار. عمار كل سنه ولا سنه وتارك؟ كل سنه وتارك وكل سنه بعد. اي في شيء بالنخل مثل ما اهتميت في عيالي يوم انهم يدرسوا. لا اله الا الله. انا اوصيهم على عيال عيالهم. لا اله الا الله. كم عندك تخلي على الاخلاصه؟ والله خلي 8 7 8 على الثمره يعني. زين. و 6 على قوه النخله. على قوه النخله هالمراكب اللي انت تشوفها خلي على 6 تعدوك. هذه ما بي. هذه تخليها 6. لا والنوخذك بعد اكبر اخلي 6 ذاك على المراكب اللي بعير يربلك عليها شيء. اللهم صل على محمد وآل محمد اللي صورناه قبل شوي. 6 تخلي عليها. تخف من القلب بعد ولا بس؟ شد قلب العذج وقصه بعد. ايه. ما شاء الله. عشان والعذوق مو له قصه. ما خلي اللي يجي من قبل ما يحول التمر ويستوي يقول ده ما فيها تم. لا اله الا الله. ده التمر ده منين؟ كله من هنا دي. ما شاء الله. خلنا نشوف هذه عينة من التمر ما شاء الله أبو محمد. سام الله عدوك. أشوف هالطيب ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء أنا أقول ذهب جنيهات ذهب ذي ما شاء الله. اللهم كنا زياد. ليش كنا زياد هاليوم الناس رغبولة أكثر من المصنع؟ ما يحطوا له عدو ولا يحطوا له السنة. السنة يعني طلب على دوسنية. اي اشوف واجد واجد يبون اكثر شيء دوس انت خش مستوى اليوم كله مرصوص طبق. لا اله الا الله. فوق اخر الحجره. اي وكله دوس ياد ما شاء الله. والمستودعات نقص ياد مصنع قليل اللي تشوف يطلب مصنع دوس ياد. يطول العمر والمخازن هناك يوصلها الناس ويحطوه طابوق ومره سيفا على دوس ياد. لا في جلوكوز ولا في شيء طعمه. اي ويبقى اللون ذهب ما شاء الله ما شاء الله. تمر المطيب فيه ميزه بعد. انا يا ابوك تسلم. تمر المطير اللي يدور عليه السنة مر المطير فيه لا دور عليه السنة الجاية هو ما يقلب ما يتغير لونه كلش يقلب أسود. ايه. ويطعم المطير فيه وياه. ايه ما شاء الله ما شاء الله. ويناس يروحون السوق يصيح المطير المطير وكذا. هي ميزة تربة المطير في غنية بالكالسيوم. ايه في نسبة الكالسيوم أعلى. الكالسيوم أعلى. التمرة أكثر صفارة. حللوها. كانوا بس أنت تقول حلت. ما شاء الله. تربة مال المطير حللوها شبهها على أعلى تربة في الحشي. لا إله إلا الله. عمي أبو علي يقولون تسمى الله عدوك يقولون إن شمال
يستوي التمر فيها أجود من وسط وسط الحسا وجنوبها. ها أنا عن الشرقات تمر والحسا معروفة بالتمر وطيب. تسلم. بس الحاكي يقلب أسود. الشمال غير لجوه الهواء. لفاح الحار. من عقب المطير فيه. من عقب المطير فيه من الجلوزية وانت رايح شمال. تسلم. هذا أرض رمل. التمر تبرت. إيه إيه. إحنا خذها التمرة المطيرة وكسوها كذا مثل العجينة ومدة تصير مثل العيوش. إيه ما شاء الله ما شاء الله. نسبة اللحم فيها عالية. الله يعطيك العافية. بو محمد غير التمر. في شيء بسمسمه حلوة عندكم جاهز؟ جاهز. إيه اللي يبي بسمسمه حلوة موجود. واللي يبي سادة موجود. إيه عليه طلب سمسمه حلوة أكثر ولا السادة أكثر؟ الحلوة الحالها بدون سمسم عليها طلب أكثر. الحلوة من دون السمسم. أبو محمد عندكم التمر بكيلو 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 وبكيلو يجي سادة ويجي حلوة. إيه ما شاء الله. طلب على الحلوة بعد أكثر. إيه عدل. طيب وين بكيلو الحين؟ الحين جبت. أبو محمد ما شاء الله عاد الحين أنا بتليقف شفت لي الله الله ما شاء الله هذا كلها مدبس شيء عدل الله الله على طرف الحجرة الطابوق هو لو ما شاء الله أبو محمد قص لي دي وافتحها ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين أنا اللي ما شاف تمر لمطير فيه الله 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 ما شاء الله تامر حتى بالمطير في ناس لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله هذا اللي يسمونه مجروش يقولون اهل القصيم ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد لا هذا بالحلوه صراحه ما احكي اللهم صل على محمد وعلى محمد شاي لون وحجم ما شاء الله اللهم صل على محمد وعلى محمد انفرد حبه حبه ابو علي صراحه ابداع حبه حبه ولون وطعم خيال صراحة ما شاء الله ما شاء الله. يمر بيقول لي ما جبت لي تمر. من ذا؟ أبوي إيه هذا بيتابع الحين وبيشوفك بيجي بيقول يا وين التمر؟ تعال وقول له عارف بيقول لك. ما شاء الله ما شاء الله. أجل أنا ما أعرفكم. هذا عيدة أقل درجة منه. أوه. أجل بس. اللهم صل على محمد وآل. قال لنا غش نغش لنا عسل إحنا بس ما نغش الناس. لا إله إلا الله أبو علي. ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد خلاص خالص خلاص خالص دبس خالص وعلى حتى نصبه من هنا مع على محل ايه في الخلاص وفي الحاتمي اللي يعني. والسعر يفرق بين الاثنين واللي يفرق على الجو ما شاء الله انا صراحه كي هذه 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 انا صراحه ما شاء الله ما شاء لا والطعم صراحه خيال ايش يدي شلون صايره كلها من الدبس صراحة خمس نجوم اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله وعنده تمر محشي أبو علي ما شاء الله محشي باللوز نعم. ومحشي بالكاز وما فيه بس لوز لا بس لوز اي هذا بعد عليه الحلوة والسمسم الحساوي ما شاء الله اي هاي بعدين حتى يقعد الحساوي اي ما شاء الله وزنجبيل بعد ريال الكيلو اي ادري ادري تحكي واذا بعد بثمانين الحلوة ما شاء الله 80 ريال الكيلو والكسيري إيه لا لا سمسم الحساوي عاد له طعام ولا مزية ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد بحط رقم أبو محمد عدل أبو محمد هو اللي توصل وياه الطلب ولا تقصر في متابعيني أبو محمد الله الله في اللي يجي من صوبيا اللي يجي من صوبيا الله الله فيه عطى بس عطى الزين رتبه بالزين انت الزين ابو علي انت الزين كله حبيب قلبي ابو علي شو تقول حق ابويا بقول لابوك باكر الخميس بيجيني السوق يوم تسلم يخطب رجالات الله يمن الحمد لله يوم الله من عليه بالعافية الله يعافيك الله إن الله يمن علينا وعليك عليه ويعطي العافية والستيرة حبيب خلي العوائل اسمع إيه؟ والله هلا فيها أقول لا تهملوا يا بعد شام يا طويل العمر بيجيني باشر بقول لزخمة أبوك عبد الله وينه ولا رأيك أرجع ألبس مثل جدي ها ألبس إيه والله صويب وذيك القتيرة الناس على وراء إيه؟ بيضة لا إله إلا الله جبهته تسلم تسلم والزخمة البيضة بس عدل بس يا بني كاكيني يبيع حواجي إيه الله يرحمه يعطيك العافية أبو علي من دق
يعطيك خرابيط. يعطيك العافية أبو علي. ولا يبرح عندنا سئلة. إيه ما تعدى ربع في المطير في. إحنا وعندكم عائلة. يعزب عائلة عزيزك أبو علي. يعزب عزيزك. ما حد يواصلنا منكم. هذا ناجي خلاص أنا إن هذا إن كان هذا طابعك أنا من رابعك. إيه بس خلاص يسلم راسك حبيبي أبو علي. ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. أبو محمد سمى الله عدوك اللي يبي نثر موجود. اللي يبي نثر اللي يبي شيء فاخر اللهم صل على محمد وآل محمد فاخر حقت الله 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 اللهم صل على محمد وآل محمد طيبين الطاهرين. هذا اللي يبي حق التحشيه فاخر موجود نثر وحطيت لكم رقم ابو محمد تواصلوا وياه وبيضبطكم ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد صبح الحبه مليانه ما شاء الله ما شاء الله. ربي يبارك لك ابو محمد رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. شغل متعوب عليه ومعقم هذا جزء من التعقيم طبعا انه نظيف كلش من الحشرات والافات كلش ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجبتني صراحه الحبه دي فاخر يا ابو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله. ربي يبارك لك الله يسلمك تلقى قفت اليوم.